سار الطباخ تكشف تفاصيل ليلة البحث عن شيرين عبد الوهاب. تعدى عليها شقيقها وتعاون معه 7 رجال. رفضت اتهامات شقيق شيرين وستلجأ للقانون. إليكم في هذه الحلقة أبرز تصريحات سار الطباخ. أجرت المنتجة سارة الطباخ مكالمة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية، وذلك لأنها تمتلك حق الرد على شقيق شيرين عبد الوهاب. رفضت سارة كل الاتهامات التي وجهها لها محمد عبد الوهاب، وأكدت أن كل ما تردد من معلومات مغلوطة، وأنها ذهبت للمستشفى بناء على اتصال من حسام حبيب يخبرها بأن شيرين مختفية منذ أيام ولا يعرف طريقها، وهي بدورها تواصلت مع ياسر قنطوش باعتباره محاميها وله صلاحية البحث عنها. تواصلت سارة مع عدة أشخاص مقربين من شيرين عبد الوهاب بما فيهم السيدة التي تقيم في منزلها لمساعدتها، وأكدت أن شقيقها تعدى عليها بالضرب وسحلها هو وعشرة رجال للمستشفى وهي حافية القدمين. رفضت سارة الطباخ الطريقة التي تعامل بها شقيق شيرين عبد الوهاب معها، وأكدت أنها سيدة مسؤولة ونجمة كبيرة ولا يجوز التعامل معها بهذه الطريقة، وكان من المفترض أن يبلغ المحيطون بها لعدم إثارة القلق ونشر هذه الأخبار في وسائل الأعلام. تعجبت سارة الطباخ من تصرف شقيق شيرين على الرغم من وجود طبيبها المعالج وإعلانه أن وضعها الصحي تحسن بشكل كبير ولا تعاني من أي مشاكل أو أزمات. زيارة سارة الطباخ لشيرين عبد الوهاب في المستشفى كانت بهدف الاطمئنان عليها، لكنها فوجئت بالمسؤولين يخبرونها بعدم وجود شيرين، واتضح أن هذا القرار جاء بناءً على توجيهات شقيقها الذي رفض تواصلهم معها. أكدت سارة الطباخ أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد شقيق شيرين عبد الوهاب، وذلك بعدما وجه لها اتهامات مسيئة خلال حديثه مع عمرو أديب.